لتبين للناس. ثم ما اكتفى بهذا؟ ما اكتفى بهذا؟ قال أن كل ما بينه لكم فهو جزء من الوحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ينطق عن الهوى في القرآن، وين أول التقييدات؟ حذف المتعلق يدل على العموم. القرآن ما قال ما ينطق في القرآن عن الهوى، ما قال شيء، قال ما ينطق عن الهوى، يعني كل ما نطق به فهو، قولوا معي ها، فهو حق لا ريب فيه، حق لا ريب فيه. وبتعبير الروايات الصحيحة الدقيقة الواضحة المعالم المعتبرة المجمع عليها بين علماء المسلمين، عندما قال البعض لبعض الصحابة اللي كان يكتب الحديث عن رسول الله أن رسول الله بشر قد يغضب وقد يرضى، لا معنى لأن نكتب عنه كل شيء في حال الغضب وفي حال الرضا. شوفوا من الرسول صلى الله عليه وسلم كان حساس، وهذه احنا تعلمناها من اهل بيت سلام الله، من النبي صلى الله عليه وسلم. وجد انه في كم يوم دا يجي هذا الصحابي اللي كل وقت كان يكتب ما يكتب مولانا، رسول الله يزعل، ما قال انا شي علي مولانا، الطلبه يجون يروحون انا شنو علاقتي، لا 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 ابدا، مباشره يزعل. قال له انت شنو تكتب الان، ليش ما تكتب، شنو السبب؟ قال له يا رسول الله بعض فلان وفلان، جاب اسمه فلان وفلان، قال له يا رسول الله بشر، انما انا بشر مثلك، له حالات غضب وله حالات رضا، ما الى معنى انه كل شيء انت شنو يطلع من فمه المبارك شنو تكتب، لعله في حال الغضب. قال والذي بعثني بالحق اكتب كل ما أقول فلن يصدر مني إلا الحق. لعله عشرات الروايات بهذا المضمون مع اختلاف الألسنة، أكتب كل شيء عنه، شنو اللي أقوله اكتبه فإنه حق. وهذا صريح الآية، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. افتح لي قوس، حاشية هذه مو متن، هتدرون هل ليش سووا هذا مني؟ حتى إذا بكرة لعن أحد يقولون بابا هسه مو معلوم شنو اللي قايله شنو، ها فتحوا الباب منه حتى يخلصون من لعنهم في جيش أسامة، طبعا في جيش ومن لعنهم في جيش ومن، هذا من لم يخرج ملعون، من لم يخرج طبعا ما بها روايات صحيحة، يكون في علمكم الطرف الآخر، هواية لا تكونون هيك رواية. نعم بني أمية بل أكو ملعون وروايات صحيحة. إذا تكلم على صحابته وأعطى بعض الأحكام بكرة شو يقولون؟ ها بابا من يقول هسا كان في حال شنو؟ في حال الرضا، لعله كان في حال الغضب. ثم جاءوا بعشرات الروايات، وين؟ في البخاري ومسلم ومسند أحمد، قالوا من سببته فهو كفارة له. تبين كان سبابه احنا منه من ذ. واللطيف مو انه بعد هذا مو ذم له، هذا شي يصير ها، يصير مدح لمعاوية وامثال معاوية، لان رسول الله شنو سب رسول الله، ما يسب كل واحد، شو النعمة عظيمة أجعله كفارة له. شوفوا هذا اللي أنا مرارا ذكرت، أن أكون منظومة فكرية اشتغل عليها يا بني أمية، ومنظومة ثقافية، وأحنا في غيبة عنهم.